بيتك مسبحين لمعجزاتك وذاكرين جديد عهدك. أنت ربنا ونحن شعبك. هللويا 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 هللويا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة الأحباء، لنندم على خطايانا فنكون أهلا لإقامة ذبيحة القداس، ونقدم هذا القداس في ذكرى وفاة المرحوم بشارة النفاع، فنصلي لأجله ولأجل جميع الراقدين في سلام الرب. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أقول لإيسى مريم أتانا البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين، وعليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الله. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. لبني البشر
اشملنا بستر حمايتك يا رب، فتجري بتدبيرك أحداث العالم في هدوء وسلام، وبحولك تخدمك الكنيسة في دعاة وأمان بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى الشكر لله. مجدي اسمه القدوس، مجدي يا نفسي المولى، ولا تنسي كل ما آتاك من إنعام. باركي يا نفسي يا الرب ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس. هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفيك من جميع أسقامك، ينقذ حياتك من هاوية الفساد ويتوجك بالمراحم والوداد. باركي يا نفسي يا الرب ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس. الرب حنان رحيم ودود حليم، لم يعاملنا بحسب خطايانا ولم يجازنا بقدر آثامنا. باركي يا نفسي يا الرب عن المغرب، أبعد عنا ذنوبنا، كرأفة الوالد بأبنائه يرأف المولى بأتقيائه. باركي يا نفسي يا الرب ويا جميع ما في داخلي اسمه القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل قرنثوس. أيها الإخوة، ترانا نحتاج كبعض الناس إلى رسائل نصية، رسائل توصية إليكم أو منكم. أنتم رسالتنا، كتبت في قلوبنا، يعرفها ويقرأها جميع الناس.
لقد اتضح أنكم رسالة من المسيح عهد إلينا بخدمتها، ولم نكتبها بالحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح من حجر بل في ألواح من لحم ودم، أي في قلوبكم. تلك ثقتنا بالمسيح عند الله، ولا يعني ذلك أنه بإمكاننا أن ندعي شيئا لأنفسنا، فإن إمكاننا من الله، فهو الذي مكننا أن نكون خدم عهد جديد، عهد الروح لا عهد الحرف، لأن الحرف يميت والروح يحيي. كلام الرب. الشكر لله. لنكون كمثل بكورة لخلائقه. هللويا 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 هللويا. التسبيح لك أيها المسيح. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، أولا أحيي أخي وصديقي أبونا أشرف وإخوتي الشمامسة قدام الهيكل، العازفين والمرنمين وأخوات الراهبات، كل أبناء وبنات هذه الرعية وناقلين هذا القداس عبر النورسات، وكل المشاهدين عبر التلفزة. بصراحة أنا جدا سعيد جدا، لأني منذ سنة لم أتي لزيارتكم، قطعت، كنت في الناصر لمدة سنة، وضعي مثل وضعكم،
لا نستطيع السفر أو التحرك كثيرا، ولكن أخيرا استطعت القدوم إلى عمان وبالذات إلى هذه الكنيسة التي لنا فيها ذكريات جميلة. فهذه الكنيسة أقرب إلي من حبل الوريد كما هي إليكم، فقد بنيناها أنا وإياكم حجرا بحجر، بل أربناها بأيدينا جميعا. يحيي جميع الحاضرين، وأرجو منكم نقل تحياتي وحبي وسلامي لكل عائلاتكم وأبنائكم وبناتكم. إني أرى عدد الحضور قليل، وهذا مفهوم بسبب وضع الكورونا، ولكن المحبة والشوق والصداقة لا يمكن أن تقاوم، وحتى الكورونا وغير الكورونا لا تستطيع أن تحدها. في قراءات هذا اليوم نحن نسمعها، ولكن من ناحية أخرى نحن نأتي من عالم فيه الوباء، فيه المرض، فيه الصعوبات الاقتصادية. في بعض دول العالم، في بعض دول المنطقة هناك قلة الأمن، الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الأوضاع الأمنية في لبنان، في سوريا، في العراق، في العالم كل اليوم منطقتنا الوضع فيها تعبان. كل المطار، الشعب، الأطفال، خدام الهيكل، المرنمين، بدنا كنا نحمل هذا الحب وهذا الحنان. لقد اتضح أنكم رسالة من المسيح. كان يرى مربولس في كل واحد رسالة من المسيح عهد إلينا بخدمتها. أنا وكل مسيح وكل مؤمن، كل واحد منا هو خادم للآخر وليس سيد للآخر، كما في داخل البيت وخارج البيت، في الكنيسة، في المجتمع. تلك ثقتنا بالمسيح عند الله. شوفوا هالعاطفة، هالحب عند مار بولس. لا يعني ذلك أنه بإمكاننا بأن ندعي شيئا لأنفسنا، فإن إمكاننا من الله. هو الذي مكننا أن نكون خدم عهد جديد. نعم، يسوع الرب المخلص، يسوع المسيح، مكنني ومكنك تكون مسيحي وتكون خادم بالعماد وبالأسرار المقدسة. في زمن المسيح كما هو اليوم، الصوم كان ركن من أركان الدين في زمن المسيح، ولا يزال اليوم الصوم عنا، وعما قريب سوف نبدأ الصوم. كما في كل الأديان الصوم له المكانة المرموقة، له الاحترام والتقدير، وهو ركن من أركان الدين. ولكن أراد المسيح أن يقرن هذا الركن بالفرح والإيجابية، فيذكر الصوم مع العرس. يعني الصوم هو تقشف، العرس هو فرح، فيأتي يربط بين الصوم وبين العرس. فأتى يسوع بعض الناس وقال له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين وتلاميذك لا يصومون؟ ليش تلاميذك ما بصوموا؟ قال لهم يسوع: نحن الآن في وقت فرح، وقت البشارة، وقت الخلاص. أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ من هو العريس؟ المسيح. المسيح العريس، كناية عن المسيح. فدام العريس بينهم لا يستطيع أن يصوموا. العريس دوما بيننا، المسيح دوما بيننا، بالعماد، بالكتاب المقدس، بالآخر. هو الآخر، هو وجه المسيح المرئي لي، بالهيكل، بالقربان، بالكتاب. وإن صمنا وسوف نصوم وسوف نضحي وسوف نتقاسم القليل الذي بين أيدينا مع الذي ليس له إلا الأقل، ولكن رغم كل ذلك نبقى في زمن الخلاص، في زمن العرس. فما من أحد يرقع ثوبا عتيقا بقطعة من نسيج خام. الثوب الجديد هو البشارة، ويسوع المسيح، العذراء، القديسين، كنيسة اليوم، كنيسة الأمس، كنيسة الغد. يسوع بيننا، يسوع الآتي، ماران آتا، الذي يأتي دوما، مش آتي في آخر الزمان، ولكن في كل يوم نقول المسيح آت، ماران آثا. المسيح يأتي عندما أفتح الكتاب المقدس، عندما أصلي، عندما أركع، عندما أتأمل، عندما أعمل عمل الخير، عندما أصوم، عندما أصلي، عندما أشارك. إذن المسيح ذكر الصوم مع العرس حتى يقول لنا إن الحياة رغم الصوم، رغم الصعوبات، ورغم التحديات، هي أيام فرح.
نسأل الرب هو اللي بيعطينا النعمة وبيعطينا القوة، الرب يسوع اللي بنسمع كلامه في الإنجيل المقدس، نأكل جسده ودمه المقدسين عن هيكل الرب، يعطينا هاي القوة حتى نقدر نبني عائلاتنا، نبني حياتنا اليومية، ونعتني بالآخرين، نعتني بمجتمعنا، نكون بجانب كوننا مسيحيين صالحين، نكون مواطنين صالحين أيضا لبلادنا ولمجتمعنا. كل واحد كان أب ولا أم ولا شاب ولا صغير ولا كبير يكون هو أخ وأخت لجميع الناس. هيك إحنا مع بعض نقدر نعبر هاي الأزمات ونعيش بسلام إن شاء الله بغد أفضل. هاي الكنيسة الجميلة المنورة بألوانها، بهندستها، بتبرعاتكم السخية، بعطائكم، بمحبتكم، أعتقد هاي الكنيسة كل مرة أنتم تدخلوا فيها بتاخذوا جرعة أمل لأنفسكم، كما أنا اليوم شاعر يعني كأنه زي أكسجين صافي نازل علي، عم بتنشق هذا الجو اللي عشناه قبل 4 سنين وخمس سنين لما كنا أنا وياكم نعمر ونشطف ونحط البنوك ونرتب الأمور مع كل أبناء الرعية والمتطوعين، الرهبات والستات والختيارية والشباب. هذا إن شاء الله الجو يرجع علينا من جديد ونستطيع نزيل هاي الأقنعة اللي بتمنع سوي التباعد. مزبوط في بين الناس تباعد، ولكن أظني القلوب عند بعضها والقلوب عامر بالحب، فإن شاء الله هذا الحب يستمر عليكم وعلى بيوتكم. متمني لكل واحد منكم كل الخير وكل المحبة، وإن شاء الله هاي الكنيسة دائما تظلها عامرة بمحبة الرب يسوع اللي هي محبتكم الأخوية اللي هي إيمانكم وصلاتكم ورجاءكم. آمين. نؤمن بإله واحد. آمين. الله بيت الكل، خالق السماء والأرض، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله. صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الأخوة الأحباء، نصلي الآن إلى الله من أجل أن يكون الصيام عندنا وسيلة نتقرب بها إلى الله ونكتسب بها رضاه، وندلل بها أجسادنا ونخضعها لناموس المسيح، من أجل أن يكون حب الله لنا حقيقة واضحة، وأن نقبل على التقشف والصيام تقربا إلى الله وابتغاء لرضاه. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن نتخذ من الصيام وسيلة نذلل بها الجسد لشريعة الروح، ونحرم بها النفس من أمر حلال طلبا للكمال، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن نعانق مصاعب الحياة وهموم الدهر بحب، وأن تذوب في حب الله كبرياؤنا، وأن تحترق فيه آثامنا، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن يتخذ الناس من الإنجيل ناموسا جديدا يحررهم من ناموس الكتبة والفريسيين ومن نفاقهم المفضوح، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن تعلمنا السيدة العذراء
كيف نكون مع المسيح دائما في عرس وعيد، وكيف نتخذ للعيد معه ثوبا جديدا. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. نرفع صلاتنا أيضا من أجل جميع الذين يعانون من هذا الوباء، ومن أجل جميع المرضى والمتألمين، لكي يمن عليهم الرب الإله بالشفاء. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. نصلي أيضا من أجل جميع الذين انتقلوا من هذه الحياة إلى الرحمة الأبدية، لكي يمن عليهم الرب بالراحة والسعادة الأبدية. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا صاحب الكلمة التي تجعل الناس في حل من فرائض الناس، نسألك فاجعلنا معك بنعمتك في عرس ليس له حدود، وفي عيد ليس له أفول. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. بجسدك ودمك تعال واسكن في قلوبنا، تعال 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 يا ذبيحة دائمة، يا تقديمة الكبير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. اللهم إنك تمدنا بما نقربه لاسمك الكريم، وترضى به تعبيرا عن عبادتنا وتقوانا، فإليك نتضرع كي يعود علينا بالثواب الأبدي ما أنشأته سبيلاً إلى استحقاقه، بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الآب القدوس بابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا. فهو الكلمة الذي خلقت به كل شيء، والمخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسدا بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولودة، هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعبا مقدسا. فبسط يديه على الصليب ووطئ الموت وبشر بالقيامة. لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد قائلين: قدوس قدوس أنت الرب القوي إله السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. في الأعالي
القدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابي ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكاس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين مغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكنة كلها، وبلغها كمال المحبة محبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير بابتيتسا والسائر الإكليروس. اذكر يا رب إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، واذكر يا رب أخانا بشار نفاع في ذكرى وفاته، اجعلهم جميعا ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أن تنزل غزير نعمك ومراحمك علينا أجمعين على المرضى والخطأ، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله ومع الرسل الأطهار جميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن لنصلي جميعا أجمل صلاة علمنا إياها الرب يسوع، نصليها نحن وأدعو جميع المشاهدين عبر التلفزة وسائل الاتصال الاجتماعي أن يقفوا ويصلوا معنا. نذكر أبناء هذه الرعية جميعا، نخص الراقدين باسم الرب بشارة نفاع، المحسنين لهذا البيت المقدس أم صالح النبر أبو صالح النبر، كذلك أبو ناجي دبابن اللي توفى مؤخرا، كل أمواتنا نضعهم في أيدي ربنا في رحمة ربنا. نصلي من أجل جميع المرضى جميع المحتاجين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. ناجينا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلامة في أيامنا، أغضبنا برحمتك
واحفظنا من الخطيئة لنمنا كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. إن لك المول والقدرة والمجد أبدا أيها الرب يسوع المسيح، يا من كنت لرسلك السلام استودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولياء الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدائرين. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومع ربك أيضا. سلام المسيح. إذن حلي بتواضع ونتبادل سلام المسيح. خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. جاني اللهم الشريك الذي في عشرك لأذاك ولكم بكم. صلاة
يدينا بخبز الخلاص، فإياك نسأل أيها الإله السميع الرحيم أن نصبح بالسر الذي هو زادنا في الأرض من أهل الحياة الأبدية بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. بالختام بشكر الأب حنا كلداني النائب البطريركي في الناصرة، زي ما حكينا له فضل كبير في بناء الكنيسة حتى نجتمع ومنصلي، منضلنا نذكرك أبونا ومنصلي لك دائما. برضو أنت أذكرنا في كنيسة البشارة لما بتقدس فيها هناك. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. أنت أمنا.